هناك محمية طبيعية في الأردن تسمى ضانة، وهي من أهم المحميات في البلاد. تحولت مؤخرا إلى قضية أثارت الجدل بعد قرار حكومي بتعديل حدودها بهدف استخراج النحاس والمنغنيز. محمية ضانة التي تأسست عام 1989 تعد أكبر محمية طبيعية في الأردن، تبلغ مساحتها نحو 300 كيلومتر مربع في محافظة الطفيلة جنوبية غربية البلاد. تمتد على جبال في منطقة القادسية إلى سهول ووديان كوادي عربة. تتميز المحمية بمناظرها الخلابة والتضاريس المتنوعة، بالإضافة إلى غطاء نباتي مميز وحيوانات كثيرة. أصبحت المحمية وجهة سياحية مهمة. قبل أيام قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانة الطبيعية بهدف استخراج النحاس، وذلك بناء على طلب من وزارة الطاقة والثروة المعدنية. وزارة الطاقة تقول إن هناك 45 مليون طن من النحاس في المنطقة الشمالية والجنوبية من المحمية، وإن الاستثمار في تلك المحمية سيوفر فرص عمل لنحو 3500 شخص بشكل مباشر أو غير مباشر. يوجد النحاس في مساحة تقدر بنحو 100 كيلومتر مربع بحسب وزارة الطاقة. القرار الحكومي أغضب المدافعين عن البيئة، قوبل برفض قاطع من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة المحميات في الأردن، وقالت الجمعية ترفض المساس بمحمية ضانة للمحيط الحيوي التي تعتبر كنزا وإرثا حضاريا وطبيعيا وثقافيا نادرا لا يمكن موازنته بأي استثمار. الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتصعيدية التي يكفلها القانون الأردني لحماية المحميات الطبيعية. على وسائل التواصل تصدر وسم انقذوا ضانة الترند الأردني، وعلق كثيرون على الموضوع، مثلا هذا ما يكتبه بركات: حزين على هذه المحمية لأنها توجد فيها آثار جميلة، حيوانات نادرة، أشجار، طيور، برك مائية، آثار قديمة، هل يعقل أن يتم جرفها مقابل التعدين على النحاس الذي لا يستفيد منه الشعب بشيء ويذهب للمستثمرين الأجانب؟ بالأخير انقذوها قبل فوات الأوان. راشد: أي محمية في العالم يتم المحافظة عليها والاهتمام بها كونها ثروة بيئية، إلا بالأردن حكومتنا الرشيدة اقتطعت عشرات الدونمات من محمية ضانة بحجة الاستثمار. أما سامي صباح به: المعلومات تقول أنه يوجد 45 مليون طن في ضانة، وبحسب سعر الطن الواحد 10,000 دولار سعرة تقريبا، يعني أن ضانة تحتوي على نحاس تبلغ قيمته 450 مليار دولار، أي ما يعادل 10 أضعاف مديونية الأردن، وهذا كافي ليعي جميع الأردنيين بنعيم. هذا إذا خلصنا من الحرامية. أما سفيان يقول: الأردن بأمس الحاجة في الوقت الحالي لأي مصدر دخل للتخلص من قاعدة الاعتماد على الغير، وليبني قاعدة اقتصادية متينة للتخلص من آثار كورونا والأجيال القادمة. أنس: يعني لو طلع ذهب مش نحاس، أنتم متوقعين أنه راح تستفيدوا وراح يتحسن وضع المنطقة، ومتوقعين أنه يضل في طبيعة بعد ما يبلشوا بالمنجم جنبها؟ بكرة ما بتلاقوا لا شجر ولا حيوانات، والوضع بيصير أسوأ. طبعا للنحاس أهمية كبيرة على مستوى العالمي، كونه يستخدم في مجالات كثيرة مثل مواد البناء والطاقة والأسلاك والصناعات الإلكترونية والسيارات، التدفئة وغيرها من المجالات. وسعر الطن الواحد منه قد يصل إلى 10,000 دولار، وكلما انتعش الاقتصاد العالمي كلما زاد الطلب عليه. لذا يمكن أن يشكل النحاس رافدا مهما للاقتصاد إن توفر بكميات كبيرة. مشاهدينا معنا عبر سكايب من عمان رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خالد الإيراني. مرحبا بك أستاذ خالد الإيراني. هناك صراع بيئي ربما بين من هم حماة للبيئة وبين طبعا هم حماة للطاقة، يريدون أن تجد موارد جديدة للأردن. أنت طبعا من الرافضين لمسألة استغلال جزء من محمية ضانة، ولكن هل هذا الرفض يمكن أن يؤتي نتيجة برأيك؟ إن شاء الله يأتي نتيجة، لأنه رفضنا مش رفض عشوائي ولكنه منطقي. خليني أشرح لك الأسباب. زي ما تفضلتي في أول التقرير، هي ضانة من أهم المناطق ليس فقط أردنيا ولكن عالميا. هي منطقة إرث طبيعي عالمي تحت اليونسكو. هي منطقة تحتوي على نباتات جديدة على العلم، لم يسجلها العلم سابقا.
صنفت بالعالم كأكبر منطقة محمية فيها تنوع حيوي في العالم، في منطقة واحدة، في محمية واحدة. هذه المنطقة تحتوي على غابات العرعر التي هي الحد الشمالي، من الشمال بنصف الكرة الأرضية الشمالي ما في هذا النوع من الغابات. والمميزات الأخرى طيب، التي هل أنت يعني اطلعت الجمعية الملكية لحماية البيئة على الدراسة التي قدمتها وزارة الطاقة وبالتالي رفضتها بسبب تلك الدراسة، أم هو رفض مهما كان حتى لو كان ألماس في هذه المحمية أنتم ترفضون أن يتم البحث فيها أو التنقيب فيها؟ موضوعين، الأساس أنه هذه المحمية نحافظ عليها لنا وللأجيال القادمة، بنينا اقتصاد محلي فيها من السياحة البيئية والاقتصاد الأخضر، ويمكن التوسع فيها والاستثمار أكبر فيها من خلال النزل والمخيمات. أحد النزل صنف توب 10 أكبر 10 بالعالم من الناشونال جيوغرافيك. هي منطقة عالمية يمكن التوسع في السياحة البيئية التي لا تمس ولا تدمر. لكن نحن حاليا يعني هل هي مستغلة للسياحة البيئية بشكل المناسب؟ خليني اكمل لك موضوع النحاس لانك سالتيني موضوع. تمام، تفضل. الموضوع ايضا احنا مؤمنين انه غير مجدي اقتصاديا، يعني غير ان قيمه هذه الارقام عشوائيه، في تضارب في الارقام. القرار الحكومي اخذ هذه المنطقه للدراسه، واضح انه لا توجد فل جدوى اقتصاديه. احنا وافقنا كجمعيه حمايه الطبيعه في منطقه 60 كيلومتر مربع بدون انقطاع أن تدرس إذا كان فيها هاي المليارات أم لا، وكان في دراسات لمدة 30 عام وأثبتت عدم جدواها، ولكن مع ذلك نحن وافقنا على دراسة طيب، جدوى. شو هي الإجراءات اللي ممكن تتخذوها مثلا، حتى لأنه وزارة البيئة أو وزارة الطاقة عفوا عالميا هي من الوزارات السيادية والقوية والحكومة دعمتها، فبالتالي يعني أين يمكن أن يتغير هذا الوضع؟ يا ستي أكيد الحكومة هي صاحبة السيادة، وأنا كنت وزير بالحكومة وبعرف، وكنت وزير بيئة ورفضنا هذه الاقتطاعات لأنها لها أهمية عالمية. ولكن طبعا إحنا نعتمد على الوعي الشعبي، ونعتمد بالنهاية على صوت الحكمة في هذا الموضوع، لأن هذه المحمية إذا اقتطع منها هذه المساحة لن ينتفي سبب. ولن تقبلون بمساحة بديلة أو أرض بديلة. يا ستي هذه اختيرت لأنها مميزة، فيا ريت يكون كان في بدائل، كانوا صاروا محميات أيضا. خالد هذه الهيراني رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، شكرا. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.